بسم الله، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بإذن الله هنشرح درس نائب بالفعل للصف الثاني الإعدادي الأزهري دفعة 2024 مهندسين ودكاترة المستقبل. أهلا وسهلا بكم. هديك خلفية هنا في الكراسة، بعد كده نشرح من كتاب سلاح الأزهري. نائب الفاعل، احنا بنتكلم اتكلمنا في الدرس اللي فات عن الفاعل، وقلنا ده اسم مرفوع. بنتكلم فين؟ في الجملة الفعلية. أنا عايزك تعرف إن الجملة الفعلية عبارة عن قسمين، تيجي بشكلين. إيه هما؟ هقول لك عليهم دلوقتي. الصورة الأولى ليها فاعل زائد فاعل، الصورة التانية فاعل زائد نائب فاعل. دي صورة ودي صورة. الفعل هنا ده بيسمى مبني للمعلوم. يعني ايه مبني للمعلوم؟ يعني الفعل مذكور، الفعل معروف قدامي ظاهر. أقول جاء محمد، مين اللي جاء؟ محمد اللي جاء. طيب الفعل ده بيسمى مبني للمعلوم، الفعل ده بيسمى مبني للمجهول، مش عارفه. ندي مثال عشان نفهم أكتر. أقول كسر محمد الزجاجة. الشاطر يعرف كسر فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الزجاجة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب مبني للمجهول، أقول كسر الزجاج. إيه اللي حصل؟ لغيت الفعل، ما جبتش الفعل، الفعل ده لغيته وحولت المفعول به، خد صفة الفعل اترفع معايا، المفعول به اترفع. يبقى استنتج من هنا ايه؟ ان نائب الفعل ده اسم مرفوع بيقع بعد الفعل، بس بيسمى مبني للمجهول. مجهول ليه؟ لان الفعل انا مش عارفه. مين اللي كسر الزجاج؟ كسر الزجاج، ما نسبتش الفعل ده لحد. مين هو؟ انا مش عارفه. ليه؟ انا جاهل بالفعل، ما اعرفش. وقت دراما طبعا الازاز كسر وجري، ما اعرفوش. طب هتقول لي ايه لازمه نائب الفاعل ده؟ هما اي مخمضه وخلاص. طب ما ممكن كان خلاص يبقى يكتفي ان يقول كسر محمد الزجاج. اقول لك نائب الفاعل انت ممكن بنستخدمه للعلم بالفعل. مثلا اقول خلق الانسان، عشان احنا عارفين ان الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الانسان. او الجهل بالفعل زي ما قلت كسر الزجاج، وقت دراما طوبه مش عارف اسمه فقلت كسر الزجاج. او الخوف من الفاعل، اقول مثلا قتل محمد وانا عارف القتل بس مش قادر اقول اسمه عشان ما يقتلنيش انا كمان. تمام؟ يبقى اسباب ان انا ابني الفعل المجهول العلم بالفاعل. ابقى انا عارف الفاعل بس عشان ما اذكروش خلاص، ما يبقاش تطويل في الكلام. خلقت طليقا. خلقت ديت فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل، وطريقا مفعول به. طيب ممكن يكون الجهل بالفعل، معرفش مين اللي عمل كده. زي ايه مثال؟ سرقت السيارة. السيارة اتسرقت، انا مش عارف مين الفاعل. سرقت السيارة. سرقت فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعلها ومبني للمجهول، والتاء تاء التأنيث، والسيارة نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. طب ممكن يكون الخوف من الفاعل، أنا خايف أقول اسمه عشان ما يعمليش زي اللي عمل مع الراجل التاني. أقول قتل محمد. قتل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، اللي هو ماضي مبني للمجهول، ومحمد نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب ازاي بصيغ الفعل بتاع نائب الفاعل؟ هو بيتغير عن المبني المعلوم. بالنسبة للفعل الماضي مثلا، ماضي زي كسر، بجيب الصيغة منها ازاي؟ بضم الأول أكسر ما قبل الآخر، أقول كسر على وزن فعل. المفروض تحفظ اوزان عشان انت عليك صرف. يبقى اي فعل ماضي كسر بقول كسر، شرب بقول شرب. عايزين مفهوميه بس شويه. شرب، اكل
فعل ماضي مبني للمعلوم. عشان ابني لي المجهول اقول اوكلا، اضم الاول واكسر ما قبل الاخر. تمام كده؟ يبقى الماضي بضم الاول واكسر ما قبل الاخر، كده بديته للمجهول. طيب المضارع بعمل فيه ايه؟ اقول مثلا يكسر، ده مبني للمعلوم. عايز ابني المجهول بضم الاول زي ما بعمل واقول يكسر، بضم الاول افتح ما قبل الاخر. يشرب بقول يشرب، اضم الاول وافتح ما قبل الاخر. طيب لو جي عندي الفعل كان في حرف عله في النص زي قال، باع، صام، نام، حاكى، كلها دي في حرف عله في نص الالف ده وثلاثيه، لو عملت زي ما قلت لك تجيب الماضي تضم الاول هتقول ايه؟ قو. طب الالف دي لازم تتحول، اللي يناسب الضمه دي كنت بتاخد حاجه زمان اسمها مد بالالف، مد بالواو، مد بالياء. الفتحه كان بيجي بعدها الف، والضمه كان بيجي بعدها واو، والكسره كان بيجي بعدها ياء. طيب الضمه دي ناصبها ايه؟ واو. اقول قولا، او عايز اجيب اضم الاول اكسر ما قبل الاخر هتبقى صعبه، فهقول ايه؟ اكسر بس الاول واكتب ياء لان الكسره تناسبها الياء، اقول قيلا. تبع اقول بوعة، ضم الاول بس، او اكسر الاول بيعة واجيب ياء الكسره تناسبها الياء، الضمه تناسبها الواو. صام صوما، او صيما. نام نوما، ده كله مبني للمجهول، او نيما. حكى كا، او حو، لا حوك الاول حوك، وهنا حيكا اكسر الاول بس، يضم الاول واحط واو، يكسر الاول واجيب بعديه ياء. ده بالنسبه لاذا كان في حرف عله في الوسط. طب المضارع بتاعهم ايه؟ مضارع قال، قلنا بنعمل ايه؟ بنضم الاول وبنفتح ما قبل الاخر. طيب افتح ما قبل الاخر، الفتحه بتناسبها الالف، الفتحه بتناسبها الالف، اقول يقال. طيب يباع، يصام، عشان الفتحه بتناسبها الالف. ينام، يحاك، ده اذا كان في حرف عله في الوسط. طيب في حاجه تانية تختلف عن دول؟ ايوه في، زي عاقب، وشارك، وكافأ. لما اجي اجيب منهم المبني للمجهول اعمل ايه؟ هضم الاول اكسر ما قبل الاخر. عوقب، الضمه بيناسبها الواو هنا، اقول عوقب. شورك، الضمه بيناسبها الواو، احول الالف ده الواو، يبقى الالف هنا معايا بتحول يا الياء يا الواو. كوفئ. طيب في حاجه تانية مستثناه من القاعده دي؟ في، لو الفعل عندك جه سداسي مثل استعارة، ده سداسي، هنضم الاول وهنضم الثالث وهنغير الحرف ده لياء ونكسر ما قبل الاخر. اقول اس توعي، ضميت الاول والثالث واحط العين واكسرها واحط الياء عشان بتناسب الكسره، اقول استعيرة. يستخرج، دي مبنية للمعلوم، أجيب منها المبني المجهول إيه؟ أضم الأول، يستخرج، أضم الأول أجيب وأفتح ما قبل الآخر، يضرب، أضم الأول أقول يضرب، أضم الأول وأفتح ما قبل الآخر، كده أنا بنيتها إيه؟ للمجهول. طيب احترم، احترم،
نقرأ. اقرأ. الفعل المبني للمجهول بيجي مع الفعل المضارع والماضي فقط، مالوش دعوة بالأمر، لأن الأمر لازم يذكر في الفعل. تمام. بيرفع بإيه؟ يرفع بالضمة أو بالألف إذا كان مثنى، أو بالواو إذا كان جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة. طيب مثال عليه نحله، أقول قوله تعالى قتل الخراصون. قتل فعل ماضي مبني المجهول. قتل فعل ماضي مبني على الفتح المجهول، والخراصون فعل نائب فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. دي الطرق اللي بيجي بيها نائب الفاعل عموما. يبقى نائب الفاعل اللي نستنتجه ان هو اسم مرفوع. اسم ايه؟ مرفوع. اسم مرفوع بيجي يا اما صريح او مؤول بالصريح. زي ايه مؤول بالصريح؟ زي كلمة يفضل ان تنتبهوا، ده اسم مصدر مؤول بالصريح. انزل فعل مضارع يفضل انتباهكم، يفضل فعل مضارع مبني للمجهول، وان تنتبه مصدر مؤول في محل رفع نائب فاعل. ممكن يجي ظاهر وممكن يجي مضمر. الظاهر 8 اوجه والمضمر 12 وجه. اذا جه جاب لي فعل بينصب مفعولين، اعطى زيد محمدا درهما. اعطى دي فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فعل مرفوع علامه رفع الضم، محمد المفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، ودرهما مفعول به ثاني. طيب لما ابني المجهول اقول اعطي محمد درهما. أعطي فعل ماضي مبني للمجهول، محمد نائب فاعل، درهما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هناخد بإذن الله بقى نائب الفاعل دلوقتي في الكتاب ونعلق عليه من سلاح الأزهري.